The next fight is sponsored by Heart Attack. Please welcome to the cage, fighting from the blue corner, Ahmed Baza! Thank you.
representing Life Fitness Academy. Standing at 180 centimeters, weighing 84 kilos, with a professional record of 4 wins and 0 losses, please, ladies and gents, welcome Ahmed Baza, aka the Volcano! And on the right, ladies and gents, representing SMB Academy, standing at 185 centimeters, weighing 84 kilos, with a professional record of 5 wins and 2 losses, please, ladies and gents, welcome Eastland Sire! Elbows!
ممكن شوت هتجربها كوتش بقول لك في جردل عندك كوتش معاش دوين تعال هنا يا عبد كورنر اوت يا ابني انت ماشي مالك انا عليك انا عليك كورنر اوت كورنر اوت سيب يطلع قدام اسلام انت عارف روحنا عامله ازاي
لا يا عم دمك كله خلاص يا احمد سيبه ايه يعني يا احمد 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 يا بوزو دروحي يا كمقاد احمد وانت دروحي يا احمد سيبه خلاص سيبه ليش يا كابتن فارس معايا بس اسلام اكتر من كده اخ ليه وعارف يلا احمد يلا سيبه قبل كده ما كانش فيه مستوى في اللعبه اصلا. انا بحب اشكر ال اس بي اكاديمي على المجهود اللي بذلوه معايا الفتره اللي فاتت. السلام عليكم. احب اولا اشكر مستر كريم كتير على التنظيم الجامد ده. اول مره اشوفه ما شاء الله حاجه بجد تشرف مصر. واحب طبعا كابتني مسابق اوقاتين كابتن محمود ابو سعود اللي يعني جماعه لو عندي ما يتعدش بجد تمام. عيلتي اصحابي ولاد بلد بالكامل دعمهم ليا كل اخوات الفريق يوسف وطوفي اللي ما بيسيبونيش ابدا واقفين جنبي في ظهري. ابويا وامي ودعواتهم من السنداني طول عمري دول على ثغر راسي فوق. احب اشكر الجميع النهارده على الحضور على تشجيع الجامعه الجديده بكره. اشكر الجميع بكره. شكرا على الحس الجميل. شكرا.